الفرس كلمة ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بالحضارة، المعارك والتاريخ، ولطالما تغنى بها المؤرخون وبقوتها وعظمتها ما قبل العصر الإسلامي إلى أن ظهر هذا الملك العربي. أذينة ملك تدمر، خالع أكتاف الفرس، هو زوج الملكة زنوبيا والملك الذي حكم مدينة تدمر في سوريا حالياً بدءاً من سنة 228 ميلادياً، وهي المدينة التي شهدت استقراراً سياسياً واقتصادياً وازدهاراً منذ القرن الثالث قبل الميلاد، وذلك نظراً لمحافظتها على حريتها واستقلالها وكذا سيطرتها على طرق التجارة في المنطقة. هذا الاستقرار أدى إلى العناية بالجيش وتنميته ليصبح أحد أقوى الجيوش في المنطقة. كان سقوط مدينة البتراء المجاورة بالمملكة الأردنية حالياً أحد أهم أسباب النهضة العمرانية لتدمر بعد استيلائها على مكاسبها وممتلكاتها الهائلة. وصاحب ذلك تطور وقوة إضافية للجيش التدمري، وصاحب ذلك وصول الساسانيين بقيادة أردشير بن بابك بن ساسان للسلطة في بلاد فارس، بالإضافة إلى توسعهم في الشرق بعد استيلائهم على مدن رومانية شرقية ومواصلة سيرهم نحو أنطاكيا بتركيا حالياً، الأمر الذي قضى على الاستقرار السياسي آنذاك، وبدأت فترة الاضطرابات السياسية والمواجهات تقترب. في هذه الفترة وصل الملك أذينة للحكم، حيث وجد المدينة في أوج قوتها عسكرياً واقتصادياً، إلا أنه لم يكتف بذلك القدر، ففي فترة حكمه الممتدة من 259 إلى 267 ميلادياً عرفت جيوشه قدرات عسكرية هائلة برزت خلال المعارك القادمة. توسع الفرس جعل الشرق في حالة غليان وأدى لمواجهات بينهم وبين الروم بقيادة الإمبراطور فاليران على قيادة الشرق والاستيلاء على الأراضي بالمنطقة، ولأن تدمر تتوسطهم كان على التدامرة بقيادة الملك أذينة أن يختار الانضمام إلى أحد الصفين ضد الآخر، ولكون تدمر تربطها علاقات قديمة مع الروم، ولأن معقلها بعيد عن تدمر مقارنة بالفرس فهي حتما أقل خطورة، وتم اختيار التحالف مع الرومانيين ضد الساسانيين الفرس. نجح الفرس بقيادة سابور في القضاء على الإمبراطورية الرومانية في الشرق، واشتهر الساسانيون في العالم بالهزيمة التي ألحقوها بالرومان عام 260 قرب مدينة إيسا، حيث تم أسر 60,000 جندي روماني، إضافة إلى القبض على إمبراطورهم فاليران والاستيلاء على آسيا الصغرى وشمال سوريا حالياً. ولأن لملك تدمر أذينة ثأراً مع الروم لم يأخذه بعد أن قتل روفينوس قائد الروم قديماً أباه أذينة الأول، ورفض فاليران أن يسمح له بالأخذ بثأره، فإنه استبشر بهزيمتهم وعلى استعداد للانضمام للفرس، وهذا ما دفعه لإرسال الهدايا ورد الصداقة على الفرس. لكن إمبراطور الساسانيين كان له رأي مغاير، حيث احتقر الهدايا وعرض مدينة تدمر وأمر بإلقائها في النهر، فهو حالياً يعتبر ملك الشرق والغرب بعد هزيمة الروم. فكيف يجرؤ ملك مدينة صغيرة كتدمر لا فائدة لها أن يعرض صداقته على ملك الملوك ويخاطبه، بل وراح يتوعد أذينة بالعقاب على فعلته. أشعل هذا التصرف المتهور المغرور من طرف ملك الفرس فتيل حرب دارت رحاها على ضفاف الفرات، حيث جمع أذينة القبائل إلى صفه ووضعهم تحت قيادة ابنه هيرودوس، وجمع الفرسان تحت قيادة زيدا، والقواسمة ورامي السهام تحت قيادة زيباي، وانضم إلى هؤلاء من تبقى من جيش فاليران الروماني، وانطلقوا في رحلة الانتقام من سابور على الاحتقار وتحرير فاليران الأسير. وبوصولهم إلى ضفاف نهر الفرات اشتعلت معركة ضارية بين الجيشين بقيادة كل من أذينة وسابور، حرب انتهت بإلحاق الهزيمة الشنعاء للفرس بخسائر فادحة في الأرواح على يد أذينة وجيشه، جعلت إمبراطور الفرس يفر هاربا بما تبقى من جيشه إلى الضفة الأخرى من الفرات، تاركا وراءه نساءه وممتلكاته وكل بلاده كغنيمة للتدمريين. ورغم ذلك فإنه لم ينجح في تحرير فاليران من الأسر،
إلا أنه استطاع بسط نفوذه على كل من بلاد الشام وبعض الأقاليم الآسيوية الصغرى الرومانية. وإثر بلوغ هذه الأخبار لإمبراطور الروم الجديد ابن فاليران جالينيو الذي حكم في الفترة الممتدة من 260 وحتى 268 ميلاديا، فإنه عبر عن امتنانه وسعادته بما صنعه أذينة، وطلب منه الاستمرار في المعركة إلى غاية تحرير أبيه فاليران ليهديه مقابل ذلك لقب زعيم الشرق. لم يتوقف أذين عند هذا الحد، بل راح يواصل مسيرة تحرير الأراضي الرومانية من الفرس والعمل على استرجاعها. فبالإضافة إلى أقاليم آسيا الصغرى المسترجعة وبلاد الشام، استرجع مدينة حران بتركيا حالياً، وواصل توسعه وقضاءه على كل من أراد التمرد والانقلاب في جيشه، إلى غاية وصوله عام 264 ميلادياً إلى عقر دار الفرس وعاصمتهم طيسفون، بلدة المدائن حالياً في العراق، وكاد أن يفتك بإمبراطورهم سابور، غير أن المؤامرات التي حاكها بعض القادة الرومان ضده حالت دون استسلام الفرس ودون نجاح أذينة ودون تحرير فاليران. هذه المؤامرات التي كانت بقيادة القائد الروماني ماكريانوس، والذي نصب نفسه إمبراطوراً على الجزء الشرقي للإمبراطورية الرومانية وأعلن الثورة على الإمبراطور الروماني جالينيو آنذاك، جعلت أذينة يتراجع عن ذلك ويعود أدراجه ليحل الأزمة التي سببها ماكريانوس. وبمجرد استعداده لمواجهته وصل نبأ اغتياله، فانتقل إلى حمص وضرب عليها الحصار للقضاء على ابنه كياثوس. فكانت المؤامرة هذه المرة لصالح أذينة، وتم قتل كياثوس من طرف خادمه كاليستيوس الذي حاول لاحقاً إشعال الثورة من جديد، غير أن أذينة أمر بقتله، وانتهت الثورة عند هذه الأحداث، وعاد الهدوء للمنطقة الشرقية من الإمبراطورية الرومانية. وكتعبير لأجل العمل الجبار الذي قام به أذينة، منح جالينيو عام 264 لقب إمبراطور بلاد الشرق بأكملها وسلمه الحكم عليها، وسمى أذينة نفسه بملك الملوك، ونقشت صوره إلى جانب صورة الإمبراطور الروماني على نقود الفرس المسلوبة، وسماه مجلس الشيوخ لقب أغسطس، فصار مركزه مساوياً لمركز الإمبراطور الروماني.